دخل الإسلام إلى أوروبا إلى أجزاء من الجزر والسواحل الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط خلال القرن السابع عن طريق فتوحات إسلامية. خلال التوسع العثماني انتشر الإسلام في دول البلقان ودول جنوب شرق أوروبا، فأخذ الإسلام في هذه المناطق طابعا أوروبي ذات صبغة تركية، خصوصا بين المسلمين الألبان والبوشناق والأتراك والغوراني. وفي السنوات الأخيرة هاجر المسلمون بشكل خاص من دول المغرب العربي وتركيا ومن أفريقيا الغربية إلى أوروبا الغربية، وهم بالأساس من المهاجرين والسكان والعمال المؤقتين. دخل الإسلام إلى أوروبا منذ سنة 670 بعد الميلاد، لكن لم يكن هناك انتشار واسع جدا له. تأسست في جبه الجزيرة الإيبيرية دول إسلامية في الأندلس، وهي تسمية عادة ما يقصد بها فقط الإشارة إلى الأراضي الإيبيرية التي فتحها المسلمون وبقيت تحت ظل الخلافة الإسلامية والدويلات والإمارات الكثيرة التي قامت في ربوعها وانفصلت عن السلطة المركزية في دمشق ومن ثم بغداد منذ سنة 711 للميلاد حتى سنة 1492 للميلاد، حينما سقطت الأندلس خلال حروب الاسترداد بيد اللاتين الإفرنج، وأخرج منها المسلمون علما أنه طيلة هذه الفترة كانت حدودها تتغير فتتقلص ثم تتوسع ثم تعود فتتقلص وهكذا، استنادا إلى نتائج الحرب بين المسلمين والإفرنج. طرح الباحثون في مركز بيو ريسيرش سنتر الأمريكي ثلاثة سيناريوهات لنمو السكان المسلمين في أوروبا حتى عام 2050. أكد العلماء وجود زيادة سريعة لعدد المسلمين في أوروبا في العامين الماضيين بسبب الهجرة، حيث بلغ عددهم في منتصف عام 2016 نحو 25.8 مليون نسمة، ما يعادل 4.9% من إجمالي سكان أوروبا. وأعد العلماء بناء على تلك الإحصاءات ثلاثة سيناريوهات، ويفيد الأول بأن حصة المسلمون في أوروبا ستزداد حتى 7.9% بحلول عام 2050، ويقول السيناريو الثاني إن تلك الحصة ستزداد وستشكل نسبة 11.2% في حال استمرار الهجرة بوتائر متوسطة. أما السيناريو الأخير فيفيد بأن حصة المسلمون في أوروبا ستبلغ بحلول عام 2050 نسبة 14%، أي ستزداد 3 أضعاف تقريبا مقارنة بعام 2016. نشرت مدونات الجزيرة التابعة لشركة مجموعة الجزيرة .net مقالا كتبته الكاتبة الأكاديمية ريزان الزيود بعنوان يوم عقاب المسلمين، تقول فيها: في أحدث حلقة من حلقات كراهية المسلمين تلقى بريطانيون رسائل مجهولة المصدر تحثهم على الاعتداء عن المسلمين في يوم 3 إبريل سنة 2018. وتقول الكاتبة: وقع خبر يوم عقاب المسلمين في جوفي كسائل حارق، تمسكت حملت قلمي وأمسكت دموعا انحدرت رغما عني، لا لأننا سنعاقب في يوم 3 إبريل بالتحديد، بل لأننا اعتدنا العقاب. وفقا لآخر إحصائية من عام 2010 قام بها معهد بيو، وصل عدد المسلمين في كل أوروبا عدا تركيا إلى 44 مليون نسمة، أي ما يشكل حوالي 6% من إجمالي سكان أوروبا. نتمنى أن يزيد عدد المسلمين في أوروبا وأمريكا وغيره من العالم، ونتمنى أن يزيد إيمانهم بالله عز وجل، وليس فقط اسم المسلمين يكفي.